ضيف اليوم الصديق العزيز الممثل جان دكاش، وأخيرا جان من الأسبوع الماضي ناطرينك. صباح الخير. صباح النور مجي، صباح صباح الخير لكل اللي عم يشوفونا اليوم. وأخيرا إيه صح. جان، كل حلقتنا اليوم وكل مواضيع حلقتنا عم تحكي عن معاناة الناس، عم تحكي قديش لازم يكون في تكاتف بين بعضنا كناس بالمجتمع، قديش ما فينا نتكل على حدا، قديش يوم بعد يوم عم نثبت انه نحن يعني عن جد اهل خير من اقصى شمالنا الى اقصى جنوبنا بكل فقرات برنامجنا لليوم. قديش انت كممثل وفنان اكيد حساسيتك اكيد اعلى حتى على هالموضوع، بس قديش كمان بتحس صوتك بيودي؟ اكيد نحن اول شيء بدي اقول شغله انه بدل في ناس كثير منيح، وبدل في ناس فعلا عم تشتغل لخير لخير البلد، وفي كثير ناس كمان عم تقرر كل يوم انها توقف حد بعض، وهذا دورنا نحن كفنانين كمان انه نوصل هذا الصوت ونفرج هذه الصوره الحلوه قدام الناس، نفرج قد ايه نحن مع كل الظروف اللي بنقطع فيها قادرين اول شيء نكون ايجابيه مع كل الظرف الصعب اللي عم نقطع فيه، وقادرين نوقف حد بعض، ولو يمكن ندعم بعض معنويا، يمكن كلام فارغ، يمكن يلاقوا الناس انه هذا يمكن كلام فارغ نوعا ما بمطرح، بس حيضل يدعم، حيضل يرسم بسمه، وكل حدا حسب مقدوره كمان، فينا نوقف حد بعض، فينا نرجع نرد لبنان مثل ما كان. مزبوط. جان قاعد بمطرح حلو بالطبيعه، يعني انت بتحب الطبيعه بعرف. انا بموت بالطبيعه. انت وين اليوم؟ أنا بمنطقة العقيبة. نعم. توقع على البحر، وبيت على تل قبل البحر وطبيعة حولي. هيدا الأمل، هيدا الأمل بطبيعتنا اللي بدنا نحافظ عليها، يعني مش مثل ما عم بيصير اليوم بمرج بسري مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي، القضاء على كل مخزوننا الحلو والبيئي. جان، أنت شخص هيك متأني، بتخطي خطواتك ببطء بثبات وبتثبت لنا حالك بأكثر من مطرح شفناك، هيدي استراتيجية؟ أول شيء خليني أسألك، هيدي استراتيجيتك؟ أكيد، ومفروض بفتكر تكون استراتيجية لكل شخص عم بده يشتغل لحتى يوصل شيء المضبوط، أو شيء على القليل يكون هو مبسوط فيه. بالمن هيك أنا شخص بحياتي بعد للعشرة قبل ما أعمل حياة لشغلة أو حياة لخطوة جديدة، لأنه بدي أتأكد أنه رح تكون عم تخليني أستمر أول شيء، وبتخليني أكون عم أقدم الفن اللي أنا بحبه، واللي أنا أكون عم حس أول شيء أنه أنا مبسوط قبل ما أقدم للناس، لحتى العالم عن جد بعدين تكون مبسوطة، لأن رح العالم بتحس والعالم بتعرف إذا أنا عن جد عم نقي صح أو عم نقي شيء فني وبيحترم أذواقهم كمان. بالمن هيك أنا بكل قرار باخذه بحياتي باخذ وقتي على الرايق، مرات يمكن بيقطع عني القطار بس مش مشكله، على القليله كون عارف حالي اني وصلت لمطرح انا مبسوط فيه، وحقدم شيء اللي انا درسته وانا تعلمته خاصه بمهنة اللي انا بحترمها وبحبها، فهذا نعم. احترامي لها بيجبرني اني اعمل هذا الشيء، هذا واجب علي اني هالقد افكر واخذ وقتي بقراري. ونحن كمان بنحب كثير استراتيجيتك جان. قد ايه بعدك عم تحصد النجاح بالقلب؟ يعني بالقلب، كان عن جد بالقلب، ودورك فيه كان جدا مميز، اقنعتنا وكان الشيء اللي انت بتحبه. بتخيل قد ايه بعدك عم تحصد من نجاحه؟ بعدنا لليوم، بعد اصداء العالم لليوم الحمد لله، عمل نجاح كثير حلو، وهو عمل متكامل يعني من نعم. حيث النص اول شيء طارق سويد، نص الكاتب هيك خيط كلماته بطريقه رائعة وفنية حلوة وبتمس بالواقع اللبناني، هذا بيأثر علينا كممثلين أن نكون حاملين بين إيدينا نص هالقد نحن عن جد حاسين فيه، وأكيد نصنا قاطعين بهالإكسبيرينس اللي قطعه بالمسلسل، كرمال هيك هالقد كنا صادقين باللي عم نقدمه، ونكمل إخراج كمان جوليان اللي وصل الموهبة الصحيحة، يعني نقى النقاط القوة بكل شخص ووصلهم للكاميرا، ومي أبي رعد المنتجة كمان اللي ترسم العمل تبعها وبتشوف لقدام اكثر. بدي احييهم جميعا كلهم اصدقاء وفنانين. حقيقي لقلب كمان كانت اطلالتك لنا بتشرف الكل. يعني تجربه هيك صغيره انا كمان انبسطت فيها صراحه.
تسلم جان. جان انت مثل ما قلت درست تمثيل واخراج ومسرح وتدرس المسرح اليوم، وبعدك عم تدرس غناء شرقي سادس سنه، وبعدك عم تعمل كمان عم تدرس دراما ثيرابي دراما، يعني بعدك عم بتملي بعدك عم بتعبي كثير حلو هيدا الشيء، يعني ما تحس حالك انه انت اللي عطيته عم تاخذ بداله. اي متى اول شيء بدنا نشوفك على المسرح؟ هيدا حلم، وحلم انه يندعم المسرح بعد اكثر اليوم مثل ما عم يندعم التلفزيون، لانه كارثه المسرح. فهذا اكيد حلمي، وانا انطلقت من المسرح وتعلمت بالمسرح، هيدي الباز تبعي انا لكل شيء. نعم، فان شاء الله ان شاء الله. اجى من فتره اوفر بس عم نشتغل عليه، كمان حياخذ وقت. نعم، وبتدرس المسرح اليوم وبتغني، بشو مؤثر يعني لوحدك بدون ما تكون انت بالكونسرفاتوار، لمين بتغني؟ ست فيروز اكيد. هلا شو بتقول لها بهالطبيعه مثلا؟ غني لها يعني؟ ايه ضروري الصبح الساعة 10 هلا. احلى شيء احلى شيء صوتك وفيروز وهالطبيعه جان. أنا لا حبيبي حبيبي إلي يا عصفورة بيضة، لا بقى تسألي، لا يعتب حدا ولا يزعل حدا. أنا لا حبيبي حبيبي إلي. الله يا جان خي، عليت لنا هيك، رفعت لنا المعنويات عن جد بعد كل هال. تحية لست فيروز رمزنا بلبنان، الله يطول بعمرها، بحبها كثير. حلو كثير جان. دخلت الرهبنه سنه، بتحب تحكي الخورنة عن هالتجربه؟ الخورنه طبعا، بتحب تحكي عن هالتجربه؟ يعني حكينا عنها كثير، شو على بالك تعرفي؟ بدي اعرف هيك شو معلم فيك بعده منا؟ بتعرفي تعلمت اكثر كون اذا بدي كنت عايش بضجه اكثر قبل، تعلمت جوا اكثر شيء نقطه الاساسيه، اعرف اقعد بيني وبين حالي واعرف روق من جوا، لانه اوقات بنكون ولو في هدوء كثير حولنا نحن بنكون عايشين بضجه ب ب ب فلول المستقبل. حسيت هيك طورت علاقتي بيني وبين ربي اول شيء اكثر، اللي هو الاولويه بحياتي وبفتخر فيها وحيبقى الاولويه بحياتي، وتعلمت اسمع لحالي اكثر، كون رايق واعرف اخذ قراراتي برواق وكون هو اولويه بحياتي. كثير حلو جان، وما رح اسالك ابدا هل هالشيء بيتعارض مع حياتنا اليوميه، لانه لا، هل هالشيء بيتعارض مع حياتك العلمانيه وفنك وتمثيلك؟ اكيد لا، بالعكس هيدا بيميزك صراحه، وهيدا شيء واضح على ملامح وجهك، واضح بأدائك، واضح بصوتك الهادي، عن جد بطبيعتك بأخلاقك. ما عم بقول هالشي إلا لأنه هالشي واضح، مش أنا عم بقوله. جان، أصعب الأدوار يلي لعبتها، أكيد على الممثل ما في دور صعب كتير ودور هين، في دور بتحبه أكتر، دور بتميل لإله أكتر، بس الأخرس مثلا معقول يكون هو من أصعب أدوارك؟ كل دور فيه صعوبة معينة، يعني لأنه كل دور بدك تقعدي وتشتغلي على الكاركتير، بدك تشتغلي على 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 البسيكولوجي تبعه، على تاريخه، إذا ما عنده تاريخ بقلب المسلسل واضح بدك تركبي له تاريخ لحتى تركبي له تفاصيله. ف إيه من يمكن من دور من أصعب الأدوار كان الأخرس، أو بس أنا بقول لك إنه كل دور لعبته فيه صعوبة معينة، يعني لأنه بده يكون مختلف عن الآخر وله شخصيته المنفردة اللي بتتميز وما بتشبه حدا، فهون بتكمن الصعوبة يعني، وهذا التحدي. فإذا الدور إذا إجاني دور كان سهل نوعاً ما، أنا بجرب لاقي له تركات إني ميزه، إني لاقي له صعوبة معينة لحتى أنا أتحدى حالي وأطلع بشيء جديد. فمثل قال لي كل دور هو صعوبة، في صعوبة أكيد، وفي جهد وفي تعب لحتى نوصل له، إن نندمج مع هالكاركتير ونصير مش نحن. حلو، مش جان. حلو، مش نحن، كثير حلو، وتفرجينا النحنة الحقيقية تبع الدور، يعني تفرجينا هيدا الشخص، هيدا شغلة كثير. هو اللي الكاركتير هو اللي يكون عم يحكي مش جان، وإلا بصير في خطأ، بصير في أنا عم بعمل يمكن بروجكسيون عليه أو عم نصير نفس الشخص،
بالعكس لازم افصل. فهون هون الصعوبه انه تاخذ وقت دراسه، دراسه الكاركتير، عائلته، الاجواء تبعه، كيف بيتصرف، كيف البادي لانجوج تبعه، كيف بيتنفس، كيف بيحكي، كيف بيسعل. يمكن سو هيدي الصعوبه. حلو. وفي صعوبه ترجع تظهر من الدور جان؟ لا لا, لا. هيدي ولا مره واجهتها. اكيد بياثر فيه شوي خصوصا بالنهار ذاته، لانه خلص صار فيك نوعا ما. بس ولا مره واجهت صعوبه اني كثير تاثرت بدوره وضليت فيه. لا بعرف افصل. وهيدي كمان اسلوب من الاساليب، انه الممثل يعرف يفصل بين الكاركتير واللي عم يلعبه وبينه هو. يعني مش معقول كون اجريسيف بكاركتير واجي فيش خرقه بعائلتي، يعني هون صار في مشكله فيي. فانا بدي اعرف اتعلم افصل كممثل محترف. نعم. جون، الممثل بينطر ادوار معينه يعني هيك بضلوا حاطط عينه عليها، او هو لا بيتلقى هالادوار او بيرفض او بيقبل؟ انت حاطط عينك على شيء؟ هلا لا لا، بس مثل ما قلت لي كل دور بيستفزني وبلاقي انه رح يزيد علي شيء معين بمسيرتي، ما بكون عم عيد حالي، اكيد باخده وانا بشتغل عليه وبزيد عليه امور معينه انها تميزه مثل ما سبق وقلت. نعم. عم بتعلم مسرح؟ في تلاميذ مسرح اليوم بعضهم مؤمنين بالفن المسرحي بلبنان؟ في عنا طاقات؟ ليكي هي بتقلك شغله، اكيد في طاقات، واكيد كل انسان في فنان جواته بنقدر نشتغل عليه. والهدف تقلك اسمى من هيك، مش الهدف انه يكونوا ممثلين. يمكن يكون في حدا عنده موهبه اكيد بنشتغل عليها ومنطورها، بس المسرح هو اساس، لانه بيشتغل على الذات قبل ما يشتغل انه يكونوا ممثلين. فهذا الهدف وهذا الشيء اللي هن بفتشوا عليه كل شخص، خصوصا هلا عم بختبرها بالدراما ثيرابي. هذا بدي اسالك عنه، هو المسرح اساس دراما ثيرابي صح؟ صحيح. هو خليط نوعا ما بين علم النفس واكزرسايز تمارين المسرح، هن مدموجين ببعض. الهدف هو علاجي، او اذا بدك ممكن ما يكون علاجي، ممكن يكون مجرد مرافقه للشخص لحتى يكتشف قدراته الشخصيه. كل انسان فينا عنده نقاط قوه يمكن بعد ما استثمرها بحياته، او بعد ما فتش عليها، او ما لقاها لاسباب بتعرقل هيدا الشيء، او ما عم يقدر يعيشها لانه في كثير عراقيل بحياته عم تمنعه، ان كان المجتمع، ان كان اهله او غيره. فالدراما بترافقه للشخص، بيكتشف قدراته، بيكتشف انه بيقدر يكون افضل. بيشتغل على ستريس، على ضغط الحياه، على الديبرشن. فجوهره اعمى من انه يكون انسان ممثل، الجوهر اكثر انه يكون الانسان عم يشتغل على ذاته لحتى يكون مرتاح، يتفكفك جسمه، يتفكفك كل شيء فيه لحتى يقدر يكفي حياته. حلو. نحن كثير بنحب جوهرك جان دكاش. نحن اكتشفنا قد ايه بنحبك دور بعد دور ويوم بعد يوم، وانا بدي اشكر اطلالتك معي اليوم. انا بحبك كثير ماجي عون، وكثير انبسطت اني اليوم معك، شرفتني هذا الموضوع، ومرسي لتلفزيون جديد. شكرا جان دكاش، ونهارك حلو.